فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن، تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن وأنا في الرياض، سؤالها هل أستطيع أن أصلي عليه هنا وأطلب منكم أن تدعوا له بالمغفرة؟ لا مانع من الصلاة عليه في أيام وفاته، لا تمضي مدة طويلة، وإنما في أيام وفاته. نعم.